بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هقول لحضرتك على خدمة حلوة جدا 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 هتتيح لحضرتك انك تسحب فلوسك او تسحب معاشك او تسحب مرتبك او حتى تودع فلوس في حسابك في البنك من غير ما تروح حتى لماكينة الاي تي ام. الاول كنا بنروح البنك ودلوقتي بنروح للصرافة او الاي تي ام اللي موجودة في الشوارع. دلوقتي هقول لحضرتك لا ازاي هتحصل على فلوسك في اي وقت حضرتك عايزه اي موعد من غير ما تروح للاي تي ام ولا للبنك، يعني من تحت بيتك. وكمان حاجة تانية بتضايق كل عملاء البنوك وهي موضوع الفكة، انه انا اجي اسحب مرتبي اسحب معاشي اسحب فلوس من البنك ما يطلعليش المبلغ بالكامل، الفكة مش بتطلع من الاي تي ام. دلوقتي هقول لحضرتك لا هتسحب فلوسك كاملة، وكمان في نهاية الفيديو هقول لحضرتك موضوع الاي تي ام ده وازاي تتغلب على موضوع الفكة وتسحب فلوسك كاملة حتى لو كانت 10 جنيه. تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكايه، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم منا كل جديد. طبعا كلنا عارفين موضوع انه انا لما اكون عايز اسحب فلوسي دلوقتي بقى عادي جدا انه انا اروح للاي تي ام. الاول كنا كلنا بنروح البنك. من كام يوم البنك المركزي عمل تعليمات هي الصراحه حلوه جدا جدا، برضو حابه ان حضرتك تكون عارفها. عمل شباك اسمه الشباك الواحد لكبار السن، يعني والدة حضرتك والدتك حد كبير في السن داخل للبنك بيلاقي حاجتين، الحقيقة الاتنين كويسين جدا، موظفين اتنين من البنك بيصاحبوه لحد المكان بتاع شباك الباب الشباك الواحد وبيقفوا معاه لحد ما بيخلص الخدمة اللي جاي يعملها في البنك ويتفضل يروح. الحاجة التانية انه بيقف قدام الشباك ده مش بياخد دور ويروح لكذا او حابب يروح لخدمة تانية، يعني ما يروحش من الخزنة لخدمة العملاء ولا من خدمة العملاء للخزنة، ده لو طبعا ليه حاجة في اكتر من مكان. هو بيروح شباك واحد وبيبقى واقف عليه بس كبار السن، يعني الموضوع بيبقى قليل والعدد قليل فما بيقفش في طوابير وكل الكلام ده كله. الحاجة اللي بعد كده كمان موضوع الختم، انهم اعتمدوا انه الختم يمشي في جميع بنوك مصر. طيب دلوقتي انا حابب انه اسحب فلوسي ومش حابب ان اروح لماكينه الاي تي ام وكمان مش حابب اروح البنك، هقول لحضرتك بمنتهى البساطه البنزينه، السوبر ماركت، المحلات اللي هي بتاعه الاتصالات كلها، ممكن المول لو حضرتك راجعه وجايبه طلباتك وجايه بيكون عنده ماكينه اللي هي فوري، حضرتك بتقولي له انه انت عايزه تسحبي معاشك او مرتبك او ايا كان، او حتى عايزه اسحب 3 4 5000 جنيه مثلا من فلوسي، او عايزه اودع 10000 جنيه معايا 10000 جنيه ومش محتاج اني اروح البنك الصبح واقف قدام البنك او حتى اركن عربيتي او ادخل البنك واخد دور واستنى وانتظر وكل الكلام ده كله. اقول لحضرتك بمنتهى البساطه للماكينه دي تبقى موجودة زي ما قلنا كتير، وحضرتك مثلا بتمون عربيتك موجودة في البنزينة موجودة في السوبر ماركت موجودة في المول، وحضرتك مثلا بتشتري الطلبات بتاعتك ولا حاجة، هتدخل تقول له انا محتاج اعمل كذا، الخدمة اللي انا عايزها او العملية اللي انا عايزها. تعالوا بقى للعمولة، ناس كتيرة جدا بتتكلم في ان العمولة بتكون ما بين 20 جنيه ل 15 جنيه والكلام ده كله. من خدمة العملاء بتاعة فوري، خدمة العملاء بتقول لحضرتك انه العمولة لكل 1000 جنيه 5 جنيه، او لكل 1000 جنيه 6 جنيه، ساعات بنسمع 5 وساعات بنسمع 6، دي اللي المفروض حضرتك بتدفعهم. وفي ساعات ماكينات بتطلع عمولة على المبلغ بالكامل ايا كان 20 جنيه. طبعا 20 جنيه و5 جنيه و6 جنيه والكلام ده كله مش كتير قوي، مش كتير قوي جنب انه انا هروح البنك وهنتظر وهاخد دور ممكن اقعد ساعه واتنين وتلاته في الحر ده وفي الجو ده، انه انا لو معايا عربيتي هروح للباركنج اللي جنب البنك واركن عربيتي وادفع للسايس وكل الكلام ده كله والزحمه والنزول في الحر وكل الكلام ده كله. انا ممكن في نهايه اليوم وانا بقضي اي انا ممكن في نهايه اليوم وانا راجع بيتي كنت في اي مكان بره هرجع هودع فلوس هسحب المعاش هسحب المرتب هسحب فلوس كل الكلام ده كله، وخصوصا بقى موضوع الايداع. ليه؟ لانه مش كل ماكينات الاي تي ام فيها 2 سوكت. طبعا احنا كلنا عارفين موضوع الايداع ده لازم حضرتك تحط من ماكينه يكون فيها 2 سوكت، يعني سوكت للسحب وسوكت للايداع. معظم الماكينات اللي حوالينا دلوقتي فيها سوكت واحد اللي هو سحب مش ايداع، فبضطر ادور كتير جدا لحد ما اوصل لماكينه فيها 2 سوكت، وبتبقى كل منطقه تقريبا فيها واحده بس، يعني مش كتيره قوي زي الصرافه اللي فيها سوكت واحد او سوكت السحب فقط.
يبقى دي المشكلة التانية. طيب المشكلة التالتة موضوع الفكة، كتير مننا جدا بيكون معاشي 2050 2030 2070 كل مرة، مش باخدهم هماهم. ناس كتيرة جدا تقول لك لا ده راحوا عليا، جيت اشوفهم الشهر الجاي ما لقيتهمش. هو المعلومة الأولى اللي حابة أقولها لحضرتك إنه مفيش حاجة اسمها ما بتلاقيهمش، هما بس بيتجمعوا يعني 30 على 30 على 30 لحد ما بنوصل ل 100 جنيه، وبتكون الماكينة لازم يكون فيها 100 جنيه عشان خاطر يوصلوا لحضرتك. ممكن حضرتك يتجمعوا ال 100 جنيه ونيجي بعد كده ممكن يكونوا 70 جنيه أو 80 جنيه، تاخد حضرتك ال 50 جنيه وما تاخدش اللي باقي، ده الشهر اللي بعديه. ممكن يتجمعوا 70 و80 جنيه وانا الماكينه ما فيهاش خمسينات، ما اخدهمش برضو الشهر اللي جاي. ده اللي بيخلي الناس بتعتقد ان هي لا مش بتحصل على فلوسها. في الاول وفي الاخر هيتجمعوا وحضرتك هتاخدهم، بس الموضوع ده بيضايق ناس كتيره جدا جدا، لانه المبالغ القليله بقت تفرق مع كل الناس. يبقى ده كده بالنسبه لموضوع فوري. طيب لو انا طلع لي انه صاحب الماكينه قال لي لا هتدفع 20 جنيه على الالف، لان انا بصراحه سمعت الموضوع ده، بمنتهى البساطه هو بيطلع معاه ايصال، يعني انا بعد ما بعمل العمليه بيطلع لي ايصال، الايصال ده انا هاخده، اللي موجود فيه هو اللي هدفعه فقط لا غير. طيب في حال قال لي لا انا محتاج مبلغ اكبر، او هو هتدفع كذا او ده او ده، حضرتك بمنتهى البساطه هتتصل بخدمه فوري وتقول لهم انه انا واقف عند محل كذا او بنزينة كذا او في مول كذا، قال لي كذا كذا، قال لي هتدفع 20 جنيه على الالف او عمولة معينة او مبلغ سي مثلا 10 15 ايا كان، والايصال دفع طالع فيه 6 جنيه او 7 جنيه. بمنتهى البساطة هيوقف له الخدمة فورا وهيتم سحب الماكينة. هتقول لي وايه المشكلة؟ اقول لحضرتك لا ده بياخد اوفرز كتير جدا، بياخد مرتبات، بياخد حوافز، بياخد كوميشن كتير جدا او عمولات كتيرة جدا على كل ما حضرتك بتسحب مبلغ، كمان بيبقى فيه ايداع وفلوس بيوردها بياخد عليها نسبة وحاجات تانية كتيرة جدا. المعلومة التانية اللي بعد كده ما تجيش بقى لمحل سجاير مثلا او كشك سجاير صغير تحت البيت وتروح تقول له اه ممكن يكون عنده الماكينه بس مش معاه سيوله، لانه بتعتمد على انه في ناس بتودع وناس بتسحب، فممكن تروح لمكان اكبر شويه جنب بيتك او تحت بيت حضرتك او انت راجع من البيت او مش في منطقتك او الكلام ده كله. يا جماعه السبعة جنيه والثمانية جنيه والكلام ده كله ممكن يكون سي مثلا انا بقبض 2000 جنيه، 7 و7 14 جنيه، اخذ مني 14 جنيه، انا ممكن اكون عايشه في قريه او حضرتك تكون عايش في قريه، على بال ما تروح للبنك وتركب مواصلات وده وده حضرتك بتدفع ال 14 جنيه وال 15 جنيه، ده غير طبعا الحر والانتظار ووقت حضرتك اللي بيضيع طويل جدا وكتير جدا في البنك وكل الكلام ده كله. فممكن الخدمة تكون مناسبة لناس كتيرة جدا وبالذات كبار السن. طيب تعالوا بقى بعد كده الحاجة الوحيدة اللي بتضايق الناس كلها من ماكينة الاي تي ام، موضوع الفكة. ازاي احصل على الفكة من الاي تي ام كمان؟ طبعا احنا بنوصل لمرحلة الرقم السري وحضرتك بتكتب الرقم المكون من 4 ارقام، بعد كده بيقول لك استمرار، بتعمل استمرار وبعد كده بتختار اللغة سواء انجليش او عربي، حضرتك طبعا بتختار اللغه العربيه، بعد كده بيجيب لك مجموعه مبالغ كتير تحت بعضها، يعني هتسحب كام؟ 1000 2200 500 ايا كان على حسب تدريجه المبالغ في الماكينه. في تحت كده بيبقى مكتوب حاجه اسمها خدمات اخرى، هي دي اللي هختارها. هنيجي من ضمن الخدمات هيقول لي خدمه فوري للمدفوعات هتبقى موجوده، بعد كده يقول لحضرتك عايز شحن محمول ولا فاتوره محمول ولا شحن او فاتوره او فاتوره كهرباء او كل الكلام ده كله. لو حضرتك محتاج هتشحن كارت كهرباء مثلا هيطلب من حضرتك الرقم. طيب لو حضرتك محتاج انه هتشحن خط حضرتك بتاع الاتصالات او الخط بتاع حضرتك هيطلب منك الشركة، فودافون ولا اتصالات ولا اورنج ولا ايه بالظبط، هتختار الشركة وبعد كده هتدخل رقم الموبايل بتاع حضرتك، وبعد كده يعني هتتأكد انه الاول كويس جدا 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 لانه اي غلط هيخلي خلاص الفلوس هتروح عليك. بعد ما تأكد هتقول له ايوه، هيقول لك متأكد، هتقول له ايوه، هتختار المبلغ المطلوب وتضغط على المبلغ وتتأكد من البيانات وتدفع المبلغ او تختار المبلغ اللي حضرتك عايزه، بعد كده بتضغط اوكي، هيطلع لك ايصال انه حضرتك شحنت موبايلك او فاتورتك او اي فاتوره من فواتير بيتك عن طريق الفكه دي، وبكده حضرتك تكون استفدت من الفكه. لكن عند فوري باي حضرتك او فوري ماكينه فوري حضرتك هتاخد الفكه كامله.
اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم. بدور على اي معلومه ممكن تفيد حضراتكم وتسهل على حضراتكم المعاناه اللي بتشوفها في البنوك مع ناس كتيره جدا. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو كان الفيديو مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا منه بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والفايده تعم. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، في امان الله.